استاذ مصطفى الصغير، مرحبا بك. كنعرفوك رياضي قنيطره وشويه البليده سيدي قاسم. اذا كنتلاقاو معك هنا في تاشكنت، كيفاش كتشوف هذا الدوري ديال كاس العالم للفوتسال؟ وحنا المغرب قطع اشواط كبيره في هذا المجال ديال كره القدم داخل القاعه اللي هو جديد فيها الحق، ولكن حقق على يد سي هشام الدقيق في هذه السنوات الاخيره، شارك كنظن اربعه ديال المرات في كاس عالميه. كنا وصلنا للكارت فينال. هذا العام كاين واحد التخوف شيء، اما واخا انا في الحقيقه ما عنديش حق، لان انا مشجع، الدور ديالي هو التشجيع، مسائل التقنيه ما خصنيش ندخل فيها الان، ولكن كيبان بان كاين الاعطاب، كاين شي حاجه ماشي هذيك، خاصه في المقابله الاولى ضد طاجيكستان اللي كانت فيها واحد الصعوبه على الفريق المغربي. يعني انا كنت حاورت المدرب ديال الفريق طاجيكستان في هذاك الصباح، كان معايا في نفس الفندق، وقال لي ودي حنا خايفين منكم، حنا ما غاديش ننتصروا عليكم. اذا حنا نتمنوا ندوزوا هذا الدور ان شاء الله، لان حنا ولات عندنا قناعه بان المغرب في الفوتسال راه كيربح. كنبقاو نسولوا بشحال غادي يربح، ما بقيناش كنقولوا واش غيربح. الان ان شاء الله ندوزوا للدور الثاني ويكون خير ان شاء الله. بالنسبه للفوتسال كيفاش هو انتشر في المغرب؟ يعني ايوا شويه الايام الزوينه ديال قنيطره. ايوا هذا في الحقيقه باش ما يقولش كنتحيز انا قنيطري، والميني فوت كان كيتسمى الميني فوت هذاك الوقت بان في مدينه القنيطره، وشكون اللي نشؤوه هما فريق كاك باسكيت. هاد اللعبه ديال كاك باسكيت هما اللي كانوا كيديروا واحد الدوري ديال رمضان في بدايه الثمانينات في المنطقه لا فيلوت، اي المدينه العليا، هذا حي في مدينه القنيطره، هما اللي بداوا الميني فوت اللي كان كيتسمى الميني فوت في مدينه القنيطره. من بعد ذلك جات فريق اجاكس. اجاكس في الحقيقه باش الناس يعرفوا ان اجاكس كانت ديال 11 لاعب، وانا من بين اللاعبين اللي لعبت في اجاكس الى جانب الجامعي السي محمد الجامعي، اللي من بعد غادي يخرج هذه الكره المصغره الى الصالات في العالم، هو اللي غيرجع لها لانها تصبح عالميه. المسيره الاخرى الحاليه الان كيرجع الفضل للسي هشام الدقيق، والدور ديال الجامعه اللي دعمت هذه اللعبه وعطاتها واحد القيمه كبيره، لذلك الان ما يحققه المغرب بفضل السي هشام الدقيق والطاقم ديالو، انا شفت تقريبا واحد 8 ديال الناس اللي معاه، يعني داك الشيء رائع تبارك الله، وغادي يمشيو بعيد ان شاء الله تعالى. كلمه بالنسبه للمدينه تاشكنت، كيفاش كتجيك هي غير باش نختموا؟ تاشكنت اللي عجبني انا هما الناس المواطنين التاشكنديين، طيبين جدا، كيتواصلوا معنا، كيبتسموا، هما ما منفتحينش كثير، ماشي بحالنا حنا المغاربه مثلا، ولكن على كل حال كنتواصلوا معاهم. اللغه اللي ما عندكش اللغه الانجليزيه كتلقى صعوبه، ولكن هما شعب طيب، والمدينه رائعه جدا، والجو كان ملائم لينا حنايا، ما حسينا لا برد لا صاد لا داك الشيء، رائع. وكنشكركم انتم على القناه ديالكم اللي متبعه المقابلات ديال فوتسال كاس العالم، لان هذه مناسبه رائعه جدا. نتمنى وحنا حنا غندوزوا للدور الثاني، ولكن نتمنى يكون خير ان شاء الله ان شاء الله. سلم لي على الحيرش، الله يرحم بها الوالدين. سلامكم نبلغ السي محمد الحيرش الاعلامي وكاع الاخوه الاعلاميين، نبلغوا لهم السلام ديالكم وشكرا لكم، بارك الله فيك.